يلا ناطرك. شو القصة الغريبة هي؟ معقول فتش وزارة يجي على الأوتيل بلا مناسبة؟ هذا أكيد أخذ مصاري، حدا أعطيه مصاري. يا أما شي أوتيل عم ينافسكم، يا أما في عنده مشكلة شخصية معكم. ما بظن. بلكي المدير القديم. هيدا محتال صغير، أنا جاي يخلص من الدعوة الرفعين عليه، مستحيل يكون إله إيد، ما بيسترجع يعملها، مش هيك ريان؟ أيه ما بتخيل. نعم، أنا تمين. بركي قصدينك لألك. أنا لا، لا مستحيل، أنا ما حدا بيكرهني. أول ما صرنا شركة تسكر الأوتيل، مش غريبة هالصدفة شوي؟ حتى إذا كان إلي علاقة بالموضوع أنا بعتذر، بعتذر، بس صدقيني أنا ما لي علاقة بالموضوع. يعني دفعنا ديون الأوتيل ورجعنا نقلي عن جديد، تفضلوا شو صار فينا؟ عم فكر بيع الأوتيل وأخلص بقى. لا 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 تفكري هيك، لا، خاصة بهالوقت حرام، ما بتجيبي نص حقه وبتخسري فيه. وإذا سكرنا شهر مش بكون عم نخسر كمان؟ ما رح نسكر شهر، هالقصة رح تنحل قريبا. ايه رح تنحل إن شاء الله، رح نحلها سوا. ما رح انطر التحقيق، بدي شيك كل كاميرات المراقبة اللي بالأوتيل، أنا بدي أشوف الفيديوز واحد واحد، إلا ما أعرف مين اللي عمل فينا هيك. ارتاحي يا ست اسمع، ارتاحي واترك الباقي علينا. حتى لو كان إلي علاقة بالموضوع أنا رح أتصرف، لا تاكلي هم.